مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة نعمل فطير العضرة بطريقة حلوة وجديدة كده، وزي اللي بيتوزع علينا في النهضات، وكمان زي اللي بيتوزع علينا في المناسبات بتاعة العضرة. تعالوا نعمله النهاردة بطريقة حلوة، بس هنعمله كبير شوية النهاردة. بس لو لسه أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، أنا معاكم شيف نرمين الماجد، ودي قناتي الرسمية على اليوتيوب، وكمان عندي صفحة على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. تعالوا النهاردة أوريكم طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وسريعة، وهتعجبكم قوي قوي قوي، ومش هتبطلوا تعملوها، وهتبقى الطريقة المعتمدة ليكم في فطير العضرة، حلوة قوي قوي وطعمه جميل جدا جدا. تعالوا أول حاجة نعملها زي ما انتوا شايفين كده، نجهز العجينة. العجينة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 كوبايات من المية الدافية، حطينا عليهم تقريبا معلقة ونص من الخميرة. تقدروا تستخدموا اي نوع خميرة، مش بس الخميرة العجين دي، ممكن تستخدموا الخميرة الفورية، هتحطوا معلقة ونص برضو على 3 كوبايات مية. والمية زي ما قلت لكم تكون دافية، وتبدأوا ان انتوا تقلبوهم كويس جدا عشان نبتدي ان احنا ندوب الخميرة في المية. طبعا لو الخميرة بتاعتك ما جربتيهاش قبل كده في اي معجنات، يفضل تجربيها قبل ما تعجني، علشان خاطر بس ايه، الخميرة لو مش تمام او لو مش مظبوطة بتبوظ الدنيا شوية، فلازم تعملي اختبار او تيست للخميرة. بحط معلقة سكر صغيرة زي بتاعة الشاي كده، صغير، ما كترش معلقة سكر، ما كترش سكر، علشان لسه هحط السكر في العجين، بس انا هنا بنشط، بعمل تنشيط كده للخميرة عشان بقى تبقى معايا حلوة، وتبقى العجينة معايا قطنية وهشة خالص. وبعد كده بضيف بقى سمسم زي ما انتوا تحبوا، يعني السمسم في ناس مش بتحب تحطه في فطير العضرة، بس انا بحب احط السمسم، وبحب احطه كمان على الوش، واحب احطه جوه العجينة نفسها، فانتوا تقدروا يعني تغيروا، مثلا مش عايزين تحطوا سمسم براحتكم، بس عامة السمسم لو هتحطوه هتحطوا سمسم متحمص. وبعد كده هتبدأوا ان انتوا تعجنوا العجينة بتاعتكم. عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا، في ناس كتير بتعمل فطير العضرة هنا ده لون طعام، تقدروا تحطوا برضو سنة صغيرة من لون الطعام عشان بس يطلع الفطير مصفر شوية، او لو مش حابين تحطوا لون طعام، انا عملته لكم قبل كده على فكرة من غير لون طعام خالص، وكان بيبقى لونه ابيض، بس اتفاجئت ان اللي بيتوزع او اللي بيتباع بلاقي لونه مصفر شويه، فانا قلت اجربه باللون، ما فرقش خالص في الطعم، بس بقى شكله الشكل اللي احنا بنشتريه وبناكله بالظبط. زي ما قلت لكم هنرجع لموضوع الناس اللي بتعمل الفطير بالزيت الدافي او بالزيت السخن، دي الطريقة الأصلية بتاعة الفطير اللي هو بيتعمل بالزيت الدافي أو الزيت السخن، بس مش كل الناس بينجح معاها، وكمان بينشف، فأنا مش بحب قوي طريقة قدح الزيت في المعجنات عامة، بحسها مش صحية قوي، فدايما بحب أشتغل حاجات تكون صحية أكتر. أي نعم هي دي الطريقة الأصلية، إن احنا نسخن الزيت في الدقيق وكده، بس أنا بحس إن دي بتكون أحلى بكتير، فأنتوا بقى ليكم حرية الاختيار. عامة الطريقتين هتلاقوهم عندي على القناة، وتقدروا تعملوا اللي انتوا الطريقة اللي ترتاحوا لها. انا سبت هنا الخميرة اللي انا عملتها كده لمدة 10 دقايق، وبعدين رجعت حطيت معلقتين من السكر وقلبتهم كويس كده في العجينة. طبعا زي ما قلت لكم انا سبتها ليه 10 دقايق، عشان بس اتأكد ان في العجين المية بتاعتي دي او المية بتاعت العجن بدأت فيه يبقى فيها فقاعات كده، يبقى خلاص كده الخميرة بتاعتي مظبوطة. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف ال3 كوبايات ميه تقريبا، بيعجنوا كوبايه كيلو دقيق، كيلو دقيق كامل، وطبعا الدقيق طبعا يفضل ان هو يكون دي معجنات حلو كده، علشان خاطر يطلع معاك نتيجه حلوه. لكن لو ما عندكيش دقيق معجنات وعندك دقيق عادي مفيش مشكله برضو، بس حاولي انك انتي تضيفي نص بالنص تقريبا. حطوا بقى معلقه صغيره من البيكنج باودر، ودي بقى هتدعوا لي عليها فعلا، يعني الخميره بتخمر وزي الفل وتمام، بس صدقوني ربع معلقه البيكنج باودر في المعجنات ليها مفعول السحر فعلا. وكل كيلو دي حطوا له معلقه كبيره من النشا، لان زي ما انتوا هقول لكم ايه موضوع النشا ده، النشا في المعجنات بيدي من فوق كده، في المعجنات بتحسوا السطح المعجنات لما يكون فيه نشا بتحسوا ان السطح بتاعه حلو كده زي المقرمش كده، وفي نفس الوقت بيدي تماسك للحاجة حلوة جدا.
هنا بقى العجن. المفروض ان احنا هنحط الزيت، لو احنا طبعا عاملين الفطير بزيت المقدوح هنحطه في الاول، لا انا هحط الزيت في الاخر هنا علشان خاطر اسلك بيه العجينه واخلي العجينه تبقى حلوه كده ومتماسكه وفي نفس الوقت طريه. وعايزه اقول لكم انا حطيت اقل كميه زيت، يعني يعتبر هنا حطيت لكل كيلو دقيق حطيت حوالي 4 معالق من الزيت، فتعتبر كمية مفيش خالص. يعني احنا عملنا فطير العضرة بأقل كمية زيت. لما اقول لكم في اول الفيديو ان هو بزيت قليل جدا يبقى ده فعلا. العجينة بتاعتي طبعا بتكون عجينة الفطيرة عامة، عجينة فطير العضرة عامة ما بتكونش عجينة طرية كده او تحسوا ان هي سايبة، لا بتبقى عجينة متماسكة بس في نفس الوقت بيبقى فيها طراوة حلوة كده، وانت بتعجنيها بتبقي حتى مش شبعانة ان انت تبدأي تعجني فيها كويس. عايزة اقول لكم مدة العجن لو هتعجني بايدك زي كده من غير عجان ما تقلش عن 10 دقايق، وطبعا لو هتعجني في عجان يبقى 5 دقايق كويس جدا جدا. المهم ان العجينة نفسها ما يكونش فيها اي تكتلات وتكون عجينة ملسة كده وحلوة، وكمان يكون سطحها تحسوا ان هو لما اتدهن بالزيت تحسوا انه سطح املس وجميل. شايفين شكل العجينة حلو قوي ازاي؟ بالظبط هو ده القوام او هو ده الشكل اللي احنا عايزينه للعجينة بتاعتنا. بنسوي العجينة كويس جدا ونبتدي ان احنا نغطيها، مهم جدا ان احنا نغطيها، يفضل كمان ان احنا نغطيها بستريتش عشان سطحها ما ينشفش، ويفضل كمان ان احنا نبل ايدينا بلة زيت خفيفة ونحطها على سطح العجينة كده عشان برضو سطح العجينة ما ينشفش. بنسيبها قد ايه؟ يعني في فصل الصيف طبعا مش بتاخد وقت ابدا في التخمير، يعني ممكن ربع ساعة تكون كافية جدا جدا. لو في فصل الشتاء، يعني لو عاملين الفطير ده في الشتاء او في صيام في الشتاء، يبقى محتاجين ان احنا نسيبه مثلا نص ساعة. ده اختبار التخمير، بتحط صباعك كده بتحسي ان في هوا جوه، يبقى كده التخمير بتاع العجينة مظبوط جدا جدا. ودلوقتي نبتدي ان احنا نقطعها. بصوا التقطيع ده يعني على حسب ذوقكم، عايزين تعملوه صغير، عايزين تعملوه كبير، عايزين يكون عندكم مثلا الختامات اللي بتبقى في القديرة دي، لو انتوا قدرتوا تحصلوا عليها وقدرتوا ان انتوا تشتروها بيبقى شكلها حلو، بيبقى مرسوم عليها العذراء كده او الملاك، وتقدروا ان انتوا تبصموا بيها الفطير من فوق بيبقى شكله حلو جدا. تقدروا كمان تعملوها، انا عملت لكم قبل كده، جبت لكم زي منقاش كده شبه بتاع الكعك بس على اكبر كده، فعملنا بيه العجينة وكان شكلها حلو جدا. عامة التقطيع بيكون على ذوقكم انتوا، كمان مش بس التقطيع كمان الحشو. خلي بالكم ان احنا في المرحلة دي ممكن نعمل الفطير محشي وسادة، يعني ممكن لو جنبنا جوز هند وزبيب نحط جوه قلب الفطيرة من جوه جوز هند وزبيب، وكمان مش بس كده ممكن نحشيها من فوق. يعني ايه نحشيها من فوق؟ او نزوقها من فوق. بعد ما تطلع هقول لكم حاجة حلوة كده ممكن تعملوها للفطير. انا هقطعه النهارده كبير شويه مش هقطعه صغير، عملت لكم قبل كده بكذا شكل بس انا النهارده هقطعه بالشكل المتوسط، يعني تبقى الفطيره متوسطه. هتقطعوه طبعا في صواني، الصواني طبعا تكونوا دهنينها، ومجرد ما تقطعوا الفطير تخلي بالكم ان هو في المرحله دي بيخمر بسرعه، يعني لما تيجوا تقطعوه مش هياخد وقت معاكم في التخمير خصوصا في فصل الصيف، فتخلي بالكم ان انتوا تنتبهوا له وما تسيبوهوش بقى يعلى زياده عن اللزوم، عشان لو علي زياده عن اللزوم ودخلتوه الفرن هيهبط معاكم وهيبقى من جوه ناشف ومش حلو. دي حاجة كمان يعني ناس كتير قوي سألتني عنها. بعد ما بتقطعوه تبدأوا ان انتوا تدهنوا ايديكم دهن زيت خفيفة جدا جدا، وتبدأوا تفردوه بس فردة خفيفة، يعني ما تخليهوش يبقى هابط قوي، لا فردة خفيفة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم لو عندكم بصمات او عندكم قوالب تقدروا تزوقوا بيها، دي والله يعني حاجة حلوة، بس لو مش متوفرة عادي ممكن تعملوه بايديكم. في المرحلة دي بقى ممكن تزوقوا الفطير من فوق نفسه بالسمسم وحبة البركة، وممكن زي ما قلت لكم تحشوه جوز هند وزبيب. على فكرة بيبقى مشهور جدا فطير العذراء ان هو بيتحشي زبيب وجوز هند بس من جوه. بعد ما بيخرج الفطير من الفرن طبعا احنا هنسيبه لحد ما يخمر، وبعد ما يخمر هندخله على فرن بيكون مسخنينها قبلها ب10 دقايق كالعادة متعودين. وطبعا بنخلي بالنا من الفطير لانه مش بياخد وقت ابدا 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 في التسوية، يعني بالكتير جدا جدا ممكن ياخد في حدود 12 دقيقة، وبيكون على نار متوسطة فوق وتحت. واول ما بيخرج من الفرن ممكن نكون مجهزين بقى العسل الاسود
ودي بتبقى حلوة جدا، عسل الأسود والسمسم، ندهن دهنة خفيفة من العسل الأسود ونرش السمسم وجوز الهند، بيكون حلو جدا جدا. كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، وصحة وسعادة. أتمنى أن وصفاتي تكون بتنال على رضاكم وإعجابكم، وما تنسونيش دايما في دعواتكم، وما تنسوش أبدا أن تتابعوا كل الوصفات الجديدة إن شاء الله للفترة اللي جاية. تنسوش لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة عشان تفعلوا الجرس على كلمة الكل. بألف هنا وشفا، وأشوفكم دايما يا رب على خير.